طيب عايز ابدا مع حضرتك بتفقد رئيس الوزراء منذ دقائق معدوده لبعض المصانع في محافظه القليوبيه، واللي عجبني الحقيقه ان هذه المصانع يعني هي خاصه بالملابس الجاهزه بس عملت خط انتاج متخصص لانتاج الكمامات والمستلزمات الطبيه وغيرها، يعني فيما يعني ان احنا نقدر نواكب الحدث وغير يعني ما نتوقفش نواكب الحدث. تعليقك ايه على اللي حصل؟ بالتأكيد هناك مبادرات كثيرة سواء بتحويل خطوط إنتاج لإنتاج كمامات، أو حتى كان في مبادرة لإحدى شركات قطاع الأعمال إن هي يعني بالتعاون مع مستثمرين إن هي تنتج أجهزة للتنفس الصناعي أو غيرها. ده يعني ده نوع من أنواع استثمار أو محاولة خلق أدوات لحل الأزمة، وده شيء طيب ومحمود بيحتمله الاقتصاد، لأن الاقتصاد المصري اقتصاد متشعب يعني، ولدينا من القاعدة الصناعية اللي بتسمح لها ان هي تقدر تقوم بمثل هذه الأعمال. طيب بالمناسبة برضو عشان أقول للسادة المشاهدين أن من ضمن الزيارة اللي قام بها النهاردة دكتور مصطفى مدبولي، قام بزيارة صالات السفر بمطار القاهرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وده بداية لعودة السياحة الداخلية زي ما قلت لحضراتكم امبارح. هتعود السياحة الداخلية ولكن بإجراءات احترازية متبعة، كأن يكون كل فندق فيه 25 فقط من يعني المستضافين فيه أو من الإقامة. الإجراءات الاحترازية في الطائرة هيكون في برضو مش كل الطائرة تبقى مليانة، لا كرسي وكرسي، يعني هيكون في إجراءات متبعة غاية في الأمان لصالح المواطن. احنا بنعمل اللي علينا، الحكومة بتقول كده وانت بقى عليك الباقي، خاف على نفسك، البس الكمامة، خد معاك دايما مطهر. لازم يكون في إجراءات احترازية متبعة لكل المواطنين عشان ما يحصلش إن شاء الله انتشار لهذا الوباء أو الجائحة. طيب عود تاني لضيفي دكتور وليد. دكتور وليد، أنا عايز أعرف مصر تضررت قد إيه من الاقتصاد يعني نتيجة لما حدث عالميا، يعني الاقتصاد العالمي بيهوى، مصر اقتصادها عامل إزاي في الفترة الحالية بعد أزمة كورونا؟ طبعا احنا شهادتنا بالاقتصاد المصري يعني ممكن تكون شهاده مجروحه، ولكن احنا تتبعنا خلال الاسابيع الماضيه قد ايه ان البنك الدولي والصندوق النقد والمؤسسات الدوليه بتتوقع ان مصر هي الدوله الوحيده اللي هتحقق معدل نمو ايجابي خلال هذا العام وخلال فترات الازمه. صحيح احنا مش هنحقق النمو المستهدف، احنا كنا السنه دي في العام المالي الحالي كنا بنتوقع 5.8% وكنا بنستهدف العام الماضي القادم نحو 6% معدل نمو. صحيح، ده اللي قاله دكتور محمد معيط يوم الخميس في المؤتمر الصحفي. طبعا هذه المعدلات احنا النهارده مجرد من تحقيق من 2 ل 4% معدل نمو على حسب تطورات الازمه. ده شيء صحيح ما كانش طموحنا، ولكن لما بقارنه بغيرنا من الاقتصاديات الناشئه وحتى الدول الغنيه اللي موجوده في المنطقه هذا الامر امر بس احنا صرنا كده 175 مليار، ده كتير قوي، مش اكتر من غيرنا. يعني انا لما بشوف الاقتصاد المصري يعني تكمله لسؤال حضرتك، لما بنقيمه في الميزان مكاسب وخسائر، انا عندي خسائر، خلينا نبدا بالخسائر. عندي خسائر مثلا انا عندي نحو الاستثمار الاجانب في الدين الحكومي، هم تخرجوا من بعد ما كانوا اكتر من يمكن 28 مليار نزلوا من 13 ل 14 مليار. عندي خسائر متعلقه بقطاع السياحه اللي كان بيدخل لي نحو مليار دولار كل شهر، بيشتغل فيه نحو 3 مليون اسره، 3 مليون عامل، بيفتحوا 3 مليون بيت. عندنا ايضا خسائر متعلقه بتحويلات المصريين بالخارج، تراجع في ايرادات قناه السويس بفعل تباطؤ حركه التجاره العالميه. عندنا خسائر كتير، لكن في المقابل ايضا عندنا مكاسب، مكاسب وقتيه سريعه. احنا كنا بنحول تحويلات كبيره جدا في موسم عمره شعبان وعمره رمضان، كنا بندفع فلوس تحويلات في الخارج، دي تم توفيرها. عندي ايضا هناك انخفاض في الواردات المصريه بفعل ترشيد الطلب، ترشيد النفقات. المستهلك المصري النهارده ما بقاش يشتري غير الطعام ومستلزماته الاساسيه، فهناك انخفاض في الواردات في الربع الاول من العام الحالي. لو ما فيش حد كمان له نفس يشتري لا حتى يعمل شوبينج زي الاول ولا حاجه، فده بيوفر برضه، فده وفر علينا نحو الواردات قلت بنسبه 24% في الربع الاول. في المقابل الصادرات ارتفعت، لان
المشاكل اللي بتحصل في سلاسل التوريد العالميه خلت فتحت لنا اسواق جديده في المنطقه، فهناك تشجيع للسلع الزراعيه المصريه والمنتجات المصريه ان هي تذهب الى الدول المحيطه في المنطقه.